الرياضة لا تقوي الجسد فحسب، بل تزيد من قوة الشخصية أيضاً. لكن هل سبق وأن تدربتم من أجل التحضير لحدث رياضي مهم ثم خانتكم الظروف؟ ذلك يحدث دائماً، لذلك على الرياضيين أن يكونوا مستعدين لتقبل ذلك، فالفوز ليس مضموناً حتى في أفضل الأحوال. العديد من العوامل يمكن أن تسبب ذلك. في حلقة اليوم سوف نتحدث عن أكثر النتائج الصادمة في السنوات الأخيرة. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ ري ميستيريو وغريت كالي. في الرياضات القتالية مثل الجيدو توجد العديد من الفئات حسب الأوزان، ولذلك لا يتواجه شخصان بأوزان مختلفة في نفس المواجهة. لكن للأسف ذلك لا يحدث في كل الرياضات القتالية، مثل ما حدث على حلبة المصارعات الحرة بين غريت كالي وري ميستيريو. المصارع المكسيكي ري ميستيريو يبدو تقريبا بنصف حجم خصمه الهندي غريت كالي. الأول طوله 1.62 متر، والثاني طوله 2.16 متر. رغم الفرق الواضح في الحجم، إلا أن الجولة تم إجراؤها بشكل عادي. حدث ذلك سنة 2006. المصارع المكسيكي الصغير حاول الانسحاب من المنافسة، لكن كرامته لم تسمح له بذلك. في النهاية عاد إلى الحلبة وتلقى العديد من الضربات المؤلمة. بالتأكيد كان الفوز من نصيب العملاق الهندي. جانيت سيلفا وإيكوهي سامينوا. النزال الذي جمع الطرفين كان من أغرب النزالات في تاريخ المصارعة الحرة. يمكنكم تخيل ذلك، رجل بطول 2.18 متر ووزن 175 كيلوغراما وقوة بدنية كبيرة، من يستطيع مواجهته؟ من يريدون منافسة هذا العملاق عليهم إظهار الكثير من القوة داخل الحلبة. لكن المفاجأة توقعت أثناء مشاركته في إحدى البطولات التابعة لاتحاد المصارعات الياباني، وتحديدا عام 2006، حيث تواجه العملاق مع المصارع الياباني إيكوهي سامينوفا. عند مشاهدة النزال ستعتقدون أن المصارع الياباني سينهزم بسهولة بسبب جسمه النحيل، لكن على عكس ذلك سمحت له رشاقته بإسقاط الخصم العملاق والفوز بالنزال. ذلك دليل على أن قوة العقل يمكن أن تتفوق على القوة البدنية. أيسلندا ضد إنجلترا. كل متابعي كرة القدم يعشقون مشاهدة المباريات الدولية، حيث يمكن الاستمتاع بالعديد من المنتخبات القوية مثل إسبانيا وألمانيا والأرجنتين والبرتغال. لكن لا أحد سيفضل مشاهدة المنتخب الأيسلندي الذي لا يقدم أداء جيدا. لكن مشاركة هذا المنتخب في كأس الأمم الأوروبية عام 2016 انتهت بشكل غير متوقع. تمكن الفريق من الوصول إلى ربع النهائي ليخرج بعد ذلك على يد المنتخب الفرنسي. المباراة الأكثر إثارة للدهشة هي التي واجهت فيها أيسلندا المنتخب الإنجليزي في ثمن النهائي. لم يتوقع أحد أن منتخب أيسلندا سيكون قادرا على المنافسة. تقدمت إنجلترا عن طريق ضربة جزاء، ثم عدلت أيسلندا النتيجة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني فاجأت الجميع بهدف الفوز. أصيب الإنجليز بصدمة، وحصل المنتخب الأيسلندي على ملايين المعجبين عبر أرجاء العالم. الأرجنتين ضد جامايكا. في عام 1998 حصل منتخب جامايكا على فرصة للمشاركة في منافسات كأس العالم. لم يكن الفريق محظوظاً، حيث تلقى الهزيمة الأولى على يد المنتخب الكرواتي. أما المباراة الثانية فكانت ضد الأرجنتين. انتهى اللقاء بنتيجة 5-0 لصالح الأرجنتين. في ذلك اللقاء سجل النجم الأرجنتيني باتيستوتا 3 أهداف خلال أول 11 دقيقة، في حين حصل زميله أرييل أورتيغا على فرصة لتسجيل الهدفين الآخرين. في ذلك الوقت اكتسبت لعبة كرة القدم مكانة كبيرة لدى الشعب الجامايكي الذي يهتم في الغالب برياضة الكريكت على حساب الرياضات الأخرى. وأثار مشجعو الفريق إعجاب العالم بأسره بطريقة تشجيعهم المميزة. وقد كانت تلك البطولة هي آخر مشاركة للمنتخب الجامايكي في كأس العالم. يحقق الفريق الأمريكي هذا الإنجاز. فيكتور تيخونوف إجراء بعض التغييرات على التشكيلة، وأخرج اللاعب فلاديسلاف تريتياك الذي كان واحداً من أهم العناصر في الفريق. ريتشارد كرايتشاك وبيت سامبراس. قد لا يكون الطرف الثاني مشهوراً مثل روجر فيدرر، لكن في عام 1996 حقق ريتشارد فوزاً سيتذكره كل عشاق رياضة التنس.
في ذلك العام بدأ الرياضي الهولندي بتحقيق انتصارات متتالية في دورة ويمبلدون بدون مشاكل، وفي ربع النهائي جمعه لقاء مع البطل الفائز بالبطولة 3 مرات بيت سامبراس والمصنف الأول عالمياً. توقع الجميع فوز البطل، لكن ريتشارد تمكن من تجاوز خصمه في 3 مجموعات. وإذا كنتم لا تعرفون قيمة ذلك، فإن ريتشارد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التغلب على بيت سامبراس في بطولة ويمبلدون في الفترة ما بين عام 1993 وعام 2000. بعد هذه المباراة فاز ريتشارد بسهولة في الدور نصف النهائي والنهائي وأصبح بطلاً. رولان غاردنر وألكسندر كاريلين. حين التقى المصارعان لأول مرة كان المصارع الروسي ألكسندر كاريلين حاملاً للقب بطل أوروبا وأيضاً بطلاً للألعاب الأولمبية. كان الجميع يخاف منه وأطلق عليه المشجعون لقب الدب الروسي. في عام 2000 وفي نهائي أولمبياد سيدني التقى المصارع الروسي مع الأمريكي رولان غاردنر الذي اعترف قبل اللقاء بخوفه الشديد من خصمه. انتهت الجولة الأولى بشكل جيد للطرفين، لكن في الجولة الثانية وبشكل غير متوقع كان المصارع الروسي هو أول من فتح يديه، وذلك يمثل انتهاكا لقواعد اللعبة، ونتيجة لذلك حصل الأمريكي على نقاط إضافية وأصبح بطلا أولمبيا، في حين حصل المصارع الروسي على الميدالية الفضية. ما تزال هذه الجولة نقطة جدل في تاريخ المصارعة بالنسبة للروس، لكنها انتصار كبير بالنسبة للأمريكيين. مايك تايزون وجيمس دوغلاس. تعتبر القصة التالية واحدة من أكثر الانتصارات غير المتوقعة في تاريخ الرياضة الأمريكية، هو النزال الذي تم تنظيمه يوم 11 من شهر فبراير من عام 1990 وانتهى بالضربة القاضية لصالح جيمس دوغلاس. استمر النزال لـ 12 جولة كاملة، وفي النهاية سقط مايك تايزون، وكانت تلك أول هزيمة في مسيرة الملاكم المحترف الذي أطاح بكل المنافسين. لكن ما هو سبب الهزيمة؟ لم يكن تايسون يمر بفترة جيدة، قام بتغيير مدربه مما أدى إلى تأثر أسلوبه في الملاكمة، كما أنه كان يعاني من بعض المشاكل بعد انفصاله عن زوجته. كل ذلك أثر بالسلب على الملاكم الأمريكي الذي سقط في النهاية بالضربة القاضية. لحسن الحظ أن الملاكم الأسطوري استعاد مستواه العالمي بعد بضع سنوات وأصبح ملكا لهذه الرياضة مجددا. مضى الرياضي بعد ذلك بضعة أيام في المستشفى وقرر عدم المشاركة في سباق آخر، ولكن قبل ساعات قليلة من تنظيم سباق 1500 متر قرر المتسابق مغادرة المستشفى والمشاركة في السباق. أثناء التنقل إلى الملعب تعطلت الحافلة، لكن الرياضي لم يستسلم وركض مسافة 3 كيلومترات للوصول إلى الملعب. ورغم المرض والإرهاق إلا أنه فاز بالسباق وحصل على الميدالية الذهبية بفارق 20 مترا عن وصيفه، وهو رقم قياسي جديد. وأخيرا مصارع سومو ضد الأطفال. وأخيرا بعض اللقطات الطريفة. تعتبر رياضة السومو من أشهر الرياضات اليابانية. يبلغ وزن المصارع حوالي 200 كيلوغرام ويستهلك حوالي 20,000 سعرة حرارية يوميا. وبما أن السومو رياضة مشهورة، فإن الرياضيين يمارسونها منذ سن 4 أو 6. وتوجد في اليابان بعض العادات والتقاليد المرتبطة بهذه الرياضة، من بينها تقليد مثير للاهتمام يتمثل في إحضار مصارعين محترفين لمواجهة أطفال صغار. يتم تنظيم هذه العروض من باب التسلية فقط، وهي ليست معارك جدية. في العادة يتم تنظيمها في افتتاح البطولات الرسمية أو البطولات الخيرية. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.